بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الله الخميس من تكنو اب. الموضوع النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تجميع او بناء الحاسب الالي الخاص بيك. هنتكلم بخصوصه اللي هو مميزاته والعيوب بتاعته، والموضوع دوت يمس اكتر او يخص اكتر الناس اللي بتفكر تشتري جهاز جديد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يفيدهم ويساعدهم على اتخاذ القرار ده. اول حاجه ان شاء الله مقدمه بصفة عامة احنا عن الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. اول حاجة هنتكلم عن موقع حاسب سطح المكتب بين الاجهزة الاخرى الايام الحالية. مما لا شك فيه ان الايام دي الناس دلوقتي شايلة الاجهزة السمارت فون والتابات والتابلت، وصحيح ان الحاجات دي مش في قدرة حواسب سطح المكتب، الا ان انها هي بتقدم خدمات زي اللي انت تقدر تعمل تفتح البريد الالكتروني الخاص بيك، تقدر تعمل براوزنج للانترنت، تقدر تتواصل مع اصدقائك وعائلتك. لكن تقدر بالنسبة لحواسب سطح المكتب انت بتقدر تحصل على مزيد من الوظائف من خلال حاسب سطح المكتب التقليدي. النقطة الثانية، خبرة المستخدم مع حواسب سطح المكتب. خبرة المستخدم مع حواسب سطح المكتب دي اللي هي متبقاش متاحة مع التابات والأجهزة اللوحية، لأن صحيح كل حاجة اتجهت إلى شاشات اللمس في الأيام الأخيرة دي، بس مش واحد نتكلم بصراحة، مفيش حد حاجة بتغلب سرعة ودقة لوحة المفاتيح التقليدية، لأن الفأرة بتديك سرعة في التصفح أكتر، المفاتيح تديك لوحة المفاتيح بتديك سرعة في الكتابة ودقة في الكتابة، على الأقل ده في رأيي الشخصي. النقطة الثالثة، الحاسبات المحمولة في مرحلة انتقالية غريبة. الكلام ده معناه إن في شركات بتصنع أجهزة مهجنة، أجهزة مهجنة بتجمع صفتها اللي هي بتجمع بين إمكانية التنقل للحواسب اللوحية ومع وظائف الحاسب المحمول. صحيح هي لسه في بدايتها، بس ده ما يمنعش إن حواسب سطح المكتب التقليدية لسه موجودة وليها مكانها في السوق اللي هو بيتغير بشكل دائم. صحيح إن الطلب عليها اتغير في السنوات الأخيرة، لكن ده بيديك فرصة إن أنت تحصل على حاسب سطح مكتب بأسعار أرخص من ذي قبل. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه النهارده اللي هو التجميع مقابل الشراء. الموضوع ده بيتلخص او بيعتمد كليا على نوع استخدامك. لو انت كنت من اصحاب اللي هو بتستخدم برامج كتابة بشكل بسيط، تتصفح انترنت، او بتشغل فيديوهات بشكل احيانا بشكل كبير شوية، ممكن جهاز او سمارت فون او تابلت يؤدي الغرض، ودوت يناسبك اكتر من ان انت تشتري جهاز سطح مكتب، لان هو هيكون كبير نسبيا بالنسبه لاستخدامك اللي هو اليومي او موجود عند معظم الناس. لكن لو انت كنت بتدور على احدث واجمل الالعاب، او بتعمل فيديو اديتنج، او بتعمل ايميج بروسيسنج بتستخدم برامج زي فوتوشوب، اللايت روم، فيديو اديتنج، دوت احنا بنتكلم بقى كلام الجد. تابات او سمارت فون مش دوت مكانها خالص. انت ممكن لو بتدور على حاجة زي كده تساعدك في البرامج دي، في شركات بتصنع الاجهزة جاهزة بتأدي الغرض دوت، شركات مثل زي إليانوير دي بتبني اجهزة ليها بمواصفات عالية بتأدي الغرض اللي انت تشغل برامج زي دي او العاب بمتطلبات عالية، وده بيديك فرصة ان انت تفكر تجمع الجهاز بتاعك. طيب احنا نأكد على نقطة ان عملية تجميع الحاسب الآلي دوت مش في مقدرة كل شخص، لان العملية دي طويلة ومجهدة. طويلة ومجهدة بمعنى ان انت بتعمل بحث كويس وسيرش عن الكومبوننت اللي انت بتشتريها، الضمان بتاعها، امكانياتها، احسن ماركات تشتري منها. ولو انت كنت مش عارف انت بتعمل ايه، العملية دي ممكن تكون مكلفة وطويلة بشكل لا ينتهي. الموضوع التالت اللي هو المميزات والعيوب اللي هو في عملية التجميع الحاسب الآلي الخاص بك. أول نقطة هنتكلم فيها اللي هي ميزة السعر. السعر لو في شركات
معروفة وموثوق في اسمها يعتمد عليها زي اتش بي وديل ولينوفو، بتقدم اجهزة بمواصفات اولية، مواصفات اولية يعني مش بمواصفات اعلى مواصفات موجودة في السوق حاليا، وبسعر رخيص. والاسعار بترخص طول الوقت، لان الشركات دي في منها منافسة بين بعضها على اللي تقدم مواصفات احسن من التانية باسعار احسن من التانية. النقطة التانية، لو انت بتدور على مكونات معينة او مواصفات معينة اعلى من المواصفات الاولية دي، او عايز تضيف مكونات احدث واسرع، يبقى احنا كده بنتكلم بقى بتدور على موديلات مواصفات عالية وخاصة، لان الشركات دي مكسبها كله اللي هي بتقدم موديلات لاجهزة اعلى من المواصفات العالية، اللي مكسبها كله بيكون في اللي هي بتقدم لك رامات اعلى، ذاكرة عالية، وحدات تخزينية اعلى، كروت معالجة الرسوم اللي هي كروت الفيجا اعلى طبعا، بس دي عبقى ليها تكلفتها وما بتبقاش في مقدرة المستهلك العادي اللي هو يقدر يتحمل تكلفة زي دي. ودوت النقطة دي بتيجي في صالح ان انت تجمع الجهاز الحاسب الآلي الخاص بك. نيجي النقطة التالتة اللي هو جهاز قوي بتكلفة أقل. دوت اللي انت بتجمعه، الجهاز اللي انت بتجمعه بتقدر تدور على الإمكانيات اللي انت عايزها، الموديلات اللي انت عايزها بتجمعها، وتقدر وبيديك فرصة ان انت تعمل ابجريد في اي وقت انت عايزه. ودوت مش متاح في الأجهزة الجاهزة الموديلات العالية، بس في نقطة اللي انت بتعتمد على نفسك في العملية دي كلها. وبنأكد على نقطة أخيرة، ان المكونات اللي انت بتشتريها لازم تكون تعمل شهادة ضمان، وبس على مسؤوليتك لو حاجة ما اشتغلتش. لو انت ركبت اي مكون بشكل مش مظبوط ممكن يؤدي اللي هو يتلف او لا يعمل، فده بتبقى مسؤوليتك عملية التجميع او التركيب. وطبعا مفيش خط ساخن او دعم فني تتصل بيه. بس انا في الاخر انا مش عايز اخوفك ان العملية ديت طويلة ومجهدة، لا، في ناس انت مش اول واحد تجمع جهاز كمبيوتر، لا، في ناس على طول الوقت بتجمع اجهزة وعندها خبرة في الموضوع دوت. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الجزء الاول من دليل تجميع بناء الكمبيوتر الخاص بك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للحلقة، وان شاء الله نلقاكم على خير في الحلقة او الجزء التاني بإذن الله.